انتوا ايه؟ معلم الاشكال. الاشكال لما ده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ لا يا نعم كلامك صحيح. ما تستناش الناس كزعيم كزعيم ان هو يجي لكم ويسيبكم من قلب الجلوط اللي في. ما يصحش طبعا. طبعا. يلا يا بنت اجرمش. لا لا. عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده؟ فتحي طب مش كده؟ طب اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه اللي انت فيها. اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهزيق. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازم ولابد تتغندع وتبانجي قدام اهل البلد كلمتها. اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه بلاش زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك. صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. قال لي يا سلبي. أيوه. هي ايه اللحنية دي؟ عمال تقولي لحنية لحنية شكلك بتعكسني. يا بنت هو انا شادلين بك الا اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بزغطه. طبعا هوا بقى وهو وترت ترت ترت هوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيطه البنت دي ولا ايه؟ بدك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل. ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقولك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير اللون دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار اللون دي غير هناك. لا 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 اللون ده لا. انا عايز حته تانيه مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش في مقامك يا زعيم. مش في مقامك. انا هخش اكل لما هخش اغير ال كده. لا لا مش في مقامك. يلا يلا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. حبيبنا وحبيبنا يا بطل. حبيبنا وحبيب البلد كلها. الله يخليك. والله حبيب البلد كلها. والله الله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي مالى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضاربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمه الشريفه. البطل ده ما يقعد على جنب. انا بعد اذنك يا عبد الله. احمد هيفضل انا شيلك. انا اشيلك شيلك. خبريه يا اخوي. خبريه. هو احنا يعني مش قد معاهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثه ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. قول يا حبيبي. قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال. ايوه 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 اي
تعالى يا لمي. أو النبي ريحك أخف من ريح لنا. أنا خليك يا زعيمني. كفاية أنا خليك مش جاي. تعالى جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمدة. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت. البيض يا بنت. البيض والذبايح والهبر والطعمية. انا ما بحبش العجة يا عمدة. ده احنا نذبح لك نعام. نعام الله ربنا ينعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا ما بحبش. الناس دي عملتها ايه؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الرأس والمزاج والصهربه. دوري يا مسيكي. انت بص انت ما علاقه في وسط النواشي اللي واقفه دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البت اللي زي لهضه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله طلعت عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمر. ايه؟ هي مين دي الحلوه يعني؟ الليله. الليلة يا عمدة. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ما تدري. ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدة. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكم يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح
عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف يعني انتوا بتعملوا بالبيت؟ وصلت عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. يا فتحيه يا ست فتحيه، انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام ها؟ ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي يا حلوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. أيوة أيوة يا شيخنا. لحمية فتحية. أنا أطلع لهريسة إزاي؟ هقول لك. بس خلي بالك بالدياني. دبانة في كتفي. عايز دبانة ايه يا سليب بالديانة؟ الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. ايه غني بستحرص. شايف السليب اللي في ظهري دي؟ فين؟ تقولي عليك انت سيدنا السليب اهو. ده من جنبه ده. هتطلع في بين في شبال في بين تاني في شبال في فوق في تحت في بطلة في بين في شبال فوق. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمده يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده. الصبر حلم وكل وقت وله اداه. واللمبي ده تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة يا ريس. أنا طبعاً كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام. أنت تعرف أنت خلاص هي طارت منك ولا إيه؟ من اللمبي. يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والأدب. اللمبي من السيدة زينب وعارف يعني ايه الاصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوء خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حالة انتفال ولا ايه؟ صابك يا زينة الشباب؟ فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامه لدبح جدي ووزع على البلد كلتها. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي فوق اهو. الكنز الكنز. سليبي. الله 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 الله
النبي، اللهم صل على النبي. انتوا ناس تانية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بيخطرف يا رجال. ايه مصابته؟ الحمد لله على سلامتك يا بطل. الحمد لله على السلامة. تمام، ده انا دغدغكم كلكم. انتوا بتضربوني؟ عايزين انا مش من المنطقة تضربوني؟ لا يا سليم. انا هضربك لو رجعت. يا انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سيليبي؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حمد لله على سلامتك ان شاء الله. هاني ده شرع بعيد الشرع عليك يا فتحي. صدق اول مره احس ان في بني ادم بخاف عليا، وفي حنيه كده وودن يعني دنه. قول لي انا بخاف عليك يا زعيمني. ايه يا حنيه ده؟ ايه يا اخويا خضيت ودهدي؟ زعيمنا ما يتخضش يا عم، لا يخض بالك بزيد. يا عم استنى، انت مش عارف التنين اصلا. انت مفيش اي تمييز؟ مفيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز؟ لحظه فيه هنا ودن وحنان، يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا، وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولاد. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا، وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوقوا كبلوا كلامكم بره، سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ما لهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي، حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده، واكيد العمده هو اللي عمل المهرج ده. رجاله ده الراجل ده شكله ده ضربني اني. ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريس الكلب ما اعتاد، وإن كان العمى ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز أنا هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة؟ اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. وأنا هعمل إيه بالعقل؟ أنا عايز الكنز. أيوة كده صح يا عمدة، الكنز. وإنت مال أمك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس إنت هلا حط بلغة في بقك. إحنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 باره. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمة؟ ايوه حكمة. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمدة. اتسد يا بغل، هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمدة انا بخاف منه. خاف خاف يا نغة، افتح الباب يا خيخة. يلا يا شيخ. اعوذ بالله. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبولة منك يا سي هريسي، مقبولة منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هو بقى وتدل العمدة على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه. فهمني، من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابة للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب
الكلب اللي بيكنس من ورا خدمة الإنجليز على حساب أهل بلده ويبيعهم بالرخيص. الشيطان اللي انت حاطط يدك في يده. يعني أهلي أهلي إيه ديه؟ هو الشيطان هني؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت أعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني أعمى؟ أنا صحيح أعمى البصر، لكن انت أعمى القلب والبصيري. اصفخس عليك عمدة معفن، عمدة هزق. انت وأهلك اللي هزق وعيلة وطية ولا عنوان. طخ الواد ده عيارين عديم الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهويش كده يعني يا تجده يا في امك. يمين بالله ثلاثه ثلاثه بالله العظيم، لو ما قريته بالحقيقه بكره قدام الناس في صلاه الجمعه. بكره الثلاث يا هريس. يا سيدي مشيها جمعه. وبعدين انا راجل اعمى، انا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها. أنت والشيخ العرة دي هخليهم ياكلوكم بسنانهم ويقطعوكم نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحس بيها رقبة الكلب ده. سكينة إيه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. عليك وتفيق. الحمد لله الحمد لله انني راجل اعمى عشان ما اشوفش الوجوه العكره دي. الحمد لله على السلامه يا زعيم. الحمد لله على سلامتك يا ريم. الف سلام عليك. الف سلام عليك. خلاص تمام، محدش يجي تاني. انا خفيت. انا خفيت خلاص. بطيلة يا اختي انتي وهي. يلا وعونا عرض كتافكو. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا. يلا واكبر اختي. شوية وفي برضو. والنبي يابا علقي لي على براد الشاي عشان اعمل كوباية شاي لسيليبي. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع لإيه متجوزه. بطلي برطمة يا ولية وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي. والنبي يا رب تسمع مني. واني هنام شويه ماشي. عيله متفهمه. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده. النبي عسل يا بنت. ده انت بصي ده بصي في عينيك بحس ان في مصيص من الامل جاي. في ميه كفايه ميه كفايه ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمان نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي ببلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سيليبي. ماشي خلاص قربي شويه كمان. حلو كده يا بنت بالراحه. العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبه السكر وامه بتجيب الشام المزارع كينيا وبنت قابزه على رجله. بنتك سبتيش يا سيليبي؟ لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي خليك معانا عم الحج وانت نايم كده. ها بس بقى انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجة. انت طبعا وجودك عند العمدة في قلب البيت مهم عشان انا لما رجلي تدب كل شوية ابقى داخل بحجة. ايه هي بقى الحجة؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. ألف بركة. ده كمين ده ولا ايه؟ هي
اسمعيني بس يا مقتدره، الكلام اخد وعطى. انا حتجوز البنت اللي اسمها فتحيه ديت كوعاء ليس الا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك، اني خبزاك ووكلاك وهضماك، اطلع من دول يا عمده هشك بشك. ايه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك، العز والاملاك، بسم الله ما شاء الله اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا فلوسنا لا، ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني حبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو، بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوة ايه؟ اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه هادي الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي؟ واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطاية يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت، خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبابنا. أهلاً 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 وألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا لقيتك اتأخرت، المفروض إن أنت كنت تيجي تبارك لنا، ها؟ وبعدين اتأخرت فقلت بقى لا، قلت روح أنا جاي على هنا بقى أنا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى أن أنت أبوها بقى، ها؟ مسكينة ولا إيه؟ أهلاً وسهلاً. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. إحنا خلاص، إحنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى أكل وعيش وملح وعيشة مع بعض. بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ انا بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوها الكبير؟ وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك لنفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبه وحشه من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. Oh,
يا ليلى يا عرسنا ليلتك جميلة والكرم زايد يا بنية حلوة وجميلة والغرام زايد نقيت وجبت الأصيلة والأدب الأدب زايد والدك وعمك وخالك يسو ناس ألوفات حبيب الله يكرمك سألت رب البرايا يحرسك من العين الحر عند اللزوم تلقى وراه الوفات الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش خليك صاحي يا عريس ما تنامش الليلة من عمرك ما تتعوضش خد من العروسة يا جميل واديها خد من العروسة يا جميل واديها واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش دايما تلاقيها اسال عروسك تراويسيها في حضن قلبك دايما تلاقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها سمي ومن عين الحسود